لماذا الجزائر تصدر بترولها وغازها ثم تعيد شراء مشتقات ثروتها بالعملة الصعبة؟ البترول والغاز رجع موارد مالية. من المفروض القطاعات الاستراتيجية تحدد. فوتيل أو نفوتيل با انفستير دون لا بتروشيمي. C'est une industrie de procès. يعني كيف تركيا قادرة وحنا ماشي قادرين. تكلف كثير كابيتال وما تستعملش بزاف لا مام دوف. ولكن القرار عندنا يفوت عميق. راح جاب أحسن إطارات بالنسبة لهذه الشركة اللي مكان. سياسة تركز على المحلوقات بدأت مع المختصين. نناقش في هذه الحلقة الصناعة البتروكيميائية في الجزائر.